ولم أظهر إن هذا اليوم في تسليم لهذه الابنة إلى أن خرجت من تحت يد الجهات الحكومية وركبت السيارة متجهة إلى أي مكان هو إحنا عاوزينه. وفي هذا الاتجاه وجهنا السائق إلى الجهة التي نريدها، وأعلننا بعد هذا التوجيه أعلننا إن إحنا استلمنا هذه الابنة. يعني ازاي احنا مش دولة اسلامية وزي ما هم اليوم حظ لما واحدة مسلمة ومتتنصر محدش بيتكلم ولا بيعمل حاجة؟ اشمعنى في دي يعني الدنيا تقوم وتقعد ويا ريت على حاجة صح على حاجة غلط؟ المفروض احنا اللي على الحظ يكون صوتنا اعلى، مش هم اللي على باطل وصوتهم هم اللي يكون اعلى.